الحجاب مسموح به بشكل اختياري. وزارة التربية والتعليم تعن حظر ارتداء النقاب في المدارس. أصدر وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازي قراراً بحظر النقاب في المدارس بداية من العام الدراسي الجديد، والمقرر أن يبدأ يوم 30 من سبتمبر المقبل، وأن غطاء الشعر للبنات ليس إجبارياً وإنما بشكل اختياري، واشترطت الوزارة أن لن يحجب غطاء الشعر وجه الطالبة مع الالتزام باللون الذي تختاره وزارة التربية والتعليم. وأوضح الوزير أن ولي الأمر يجب أن يكون على علم باختيار ابنته للحجاب، وأن هذا الاختيار جاء بناء على قرار منها دون ضغط أو إجبار من أي شخص باستثناء ولي الأمر، وسوف يتم التحقق من علم ولي الأمر. وأعلنت الوزارة أن مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين سيقومان بالتنسيق من أجل اختيار لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة للبنين والبنات، ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة. ولفتت الوزارة أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف، ولا يسمح لطالب بالدخول للمدرسة في حالة ارتداء زي مخالف، وأن هذه المواصفات للزي المدرسي سوف تعمم على المدارس الرسمية والخاصة والدولية. يذكر أن الزي المدرسي ليس بجديد على وزارة التربية والتعليم، وإنما المدارس الحكومية تهاونت في السنوات السابقة بالالتزام بتطبيقه.